بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ مع بعض شرح شابتر 6. المحتويات بتاعة الشابتر كالآتي: هنتكلم عن الديفينيشن بتاع البوتنشال انرجي لو تعريف طاقة الوضع، كونسرفيشن اند نون كونسرفيشن، كونسرفيتيف اند نون كونسرفيتيف فورسز، الورك اند بوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي اند فورس، كونسرفيشن اوف ميكانيكال انرجي، الـ work and energy for the spring force, conservative forces, and the work energy theory. بداية، ايه تعريف الـ potential energy؟ بيقول لي sometimes work is not converted directly into kinetic energy. Instead, it is stored or hidden. Potential energy is stored energy or stored work. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ان الشغل اللي انا ببذله على اي نظام ما بتحولش كله الى كاينتيك انرجي، ممكن يتحول الى كاينتيك انرجي او انه يتحول الى بوتنشال انرجي او طاقه وضع. طاقه الوضع ديت بتكون مخزنه داخل النظام. هنا زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، الصوره ديت في شخص بيتحرك بدراجه بسرعه بكاينتيك انرجي، هو طالع على الجبل، هتلاقي ان الكاينتيك انرجي بتقل والبوتنشال انرجي بتزيد، وتكون الكاريتيك انرجي في النهايه فوق كده اقل ما يمكن، ممكن تكون تساوي صفر لحظيا بيسكن، وبعد كده يبدا ينزل من على الجبل، بتزيد الكاريتيك انرجي وبتقل معاها البوتنشال انرجي. نفس الشيء بالنسبه للجسم اللي بيسقط من على الارتفاع، بيكون البوتنشال انرجي اعلى ما يمكن، ثم بتبدا تقل تدريجيا وتزيد معاها الكاريتيك انرجي، الى ان يسقط على الارض بيكون البوتنشال انرجي بتساوي صفر والكينيتيك انرجي اعلى ما يمكن. بوتنشال انرجي في ديفينيشن برضو: is the energy that an object or system has due to its position. زي الحال بتاع السبرينج، السبرينج اللي بيحصل فيه ان لما بشد السبرينج او بضغط السبرينج بيتغير البوزيشن بتاعه، وبيتغير طبعا ليه الفورس المخزنه داخل السبرينج، بمجرد ما بشيل ايدي او بشيل الضغط اللي ناشئ عليه او الشد بيرجع السبرينج الى وضعه الاصلي تاني، وتحول طاقه الوضع اللي كانت مخزنه فيه الى طاقه حركه. طيب قيمته ايه البوتنشال انرجي؟ بتساوي ام في جي في اتش، حيث ام هي الماس بتاع الجسم، الجي اللي هو تسارع الجاذبيه، الاتش اللي هو مقدار الارتفاع عن سطح الارض. طب وحداته ايه؟ بنقيس الانرجي عموما بالجول، يبقى سواء انرجي او ورك او كينيتيك انرجي او بوتنشال انرجي، دي كلها بقيسها بالجول، اللي هي بتساوي ممكن اقيسها برضو بوحدة تانية اسمها نيوتن في المتر، او كيلو جرام في المتر تربيع على الثانية تربيع. طيب البوتنشال انرجي ديت سكيلر ولا فيكتور؟ لا، هي سكيلر كوانتيتي، على الرغم ان داخل في حساباتها كميات ممكن تكون فيكتور، لكن انا باخد القيمه السكيلر بتاعتها، زي طبعا زي ايه، زي الكاينتيك انرجي. بعض الاكزامبلز للبوتنشال انرجي زي a book on a table before it falls، يعني جسم مرفوع عن سطح الارض، او يويو، عارفين يويو طبعا اللي هو المطاط ده، او السبرينج فورس اللي هو السبرينج اللي احنا عارفينه.